السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي يكون جديد ومختلف على كاع الفيديوهات اللي كنت كندير معاكم، فيديو كيجي بمحتوى جديد واللي غادي يهم جميع التلاميذ والتلميذات ديال المستوى الخامس ابتدائي، وغنديروا فيه ترجمة ديال المصطلحات العلمية ديال كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي. من طبيعة الحال كتعرفوا بأنه كاين تناوب اللغوي في المواد العلمية هذه السنة، يعني كاين دروس كيتبناو باللغة الفرنسية وكذلك باللغة العربية. إذا التلميذ والتلميذة ديال المستوى الخامس بالتحديد كنهضر معاهم في هذا الفيديو، يعني خصهم يكونوا عارفين المصطلحات العلمية اللي كتخص الدروس باش يفهموها مزيان ويستوعبوا الأهداف ديال هاد الدروس. بالضبط إن شاء الله غادي ندير معاكم المصطلحات ديال الوحدة الرابعة توالد الحيوانات، Unité didactique 4 la reproduction des animaux، يعني توالد الحيوانات باللغة الفرنسية هي la reproduction des animaux، توالد هي la reproduction، حيوانات حنا كنعرفوها هما des animaux. بالنسبة للحصة الأولى ضرورة أنثى وذكر في توالد الحيوانات. Séance 1, nécessité d'une femelle et d'un mâle dans la reproduction animale. الحصة الأولى كنتكلموا فيها على ضرورة أنثى وذكر في توالد الحيوانات، يعني ضرورة تواجد ديال الذكر والأنثى باش يحدث لنا التوالد عند الحيوانات. Nécessité اللي هي ضرورة، ضرورة وجود ماذا؟ d'une femelle اللي هي الأنثى et d'un mâle اللي هو الذكر dans la reproduction animale في التوالد ديال الحيوانات. صافي نعم، ندوزو الى اهم المصطلحات العلميه المتعلقه بهذا الدرس. اذا المصطلح الاول اوفول، بويضه، لوفول هي البويضه، هي هذه اللي كتشوفوها هنايا، هي هذه كتسمى بويضه، اوفول بالفرنسيه. ندوزو السبيرم، سبيرم، سبيرم اون فرونسي، اللغة العربية سائل منوي، سائل منوي. إذا المجموع ديال هاد ديال هادو كيكونوا لنا سائل منوي، سبيرم كنسميوه سبيرم. صافي هنايا عندي تزاوج، تزاوج أو بيان لاكوبلومون، أكوبلومون هي التزاوج، واللي كتلاحظوا هنايا الديك والدجاجة كاين تزاوج بينهما. صافي مزيان، ندوزو المصطلح آخر وهو الإخصاب. الإخصاب هو هذا، وغادي نعرفوه من طبيعة الحال في الدرس، كاين الدرس في القناة بحثوا عليه وغادي تلقاوه مشروح بالتفصيل. صافي إذا الفيكونداسيون هي الإخصاب. صافي هنا حيوان منوي سبيرماتوزويد، والصورة ديالو هي هذه. قبل شفنا السائل المنوي، هو السائل المنوي هو مجموعة ديال الحيوانات المنوية. صافي دونك هنايا خدينا غير واحد سبيرماتوزويد، حيوان منوي. وكما كتلاحظوا بانه الحيوان المنوي هنايا شفناه هنايا في بويضه، هنا لاحظوا هنا كاين السائل المنوي. قلنا السائل المنوي هو مجموع ديال الحيوانات المنويه، ستادير سبيرم هو لونسومبل ديال اش ديال لي سبيرماتوزويد. صافي سبيرماتوزويد هما اللي كيجيو من البويضه. صافي باش يحدث لنا شنو كيحدث لنا؟ كيحدث لنا الاخصاب اللي هو هذا لا فيكونداسيون، داكوغ لا فيكونداسيون. دونك هنا تكلمنا على حيوان منوي سبيرماتوزويد، وعندنا التوالد اللي هي ريبرودكسيون، لا ريبرودكسيون، داكوغ، التوالد لا ريبرودكسيون. دونك هادو هما المصطلحات المهمة في هاد الدرس هذا، بويضة اللي هي اوفول، تزاوج لاكوبلومون، سائل منوي سبيرم، الإخصاب فيكونداسيون، حيوان منوي سبيرماتوزويد، توالد ريبرودكسيون. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. للمزيد من المعلومات والدروس لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.